We verbally warned them. We shot warning shots into the air. When this failed, we had to direct some fire to their feet in order to try and protect our fence. نحن نقول في هذا اليوم الذي احتلت فيه أراضي المحتلة عام 67 استكمالاً لاغتصاب فلسطين في النكبة بما سيطر عليه المحتلون على كل أرض فلسطين، نقول الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا. نقول فلسطين لنا، لا تنازل ولا تفريط بهذا الحق المقدس المبارك. واشتراني اعضاء مجلس بلدي والموظفين وفي بلدي خيرا. وكنا جزء من هذا القطاع الحزين.